قمت الصبح وخاطرك تتريق، جبت لك مطعمين مكان واحد. اول مكان ممكن تروح لمطعم الهان وفي حديقه الزيتون، عمر الشيرة الوحده من 80 لين 800 سنه. في الكوفي هاون عندهم فطور قطري 100%. واذا بغيت تاكل اكل لبناني تعال مطعم دار الكرم، يفتحون من الساعه 9 الصبح واكلهم مثل ما انت شايف اكل لبناني. حياكم الله في الحزم.